بالإضافة للعديد من البرامج السياسية يلي انطلقت فيها شاشة الإخبارية السورية بحلتها الجديدة، أكيد شاشتنا لم تغفل بتسليط الضوء على الحركة الثقافية بسوريا ويلي تجسدت بنبض الفن والإبداع السوري. ومنذ انطلاقة الإخبارية انطلق برنامج سينما مع الثنائي رامي بداوي وأريج فرزلي يلي دائما عم يحضروا لبرامجهم الثقافية، وأيضا برنامج جديد بيحمل اسم شارع الثقافة. لنتعرف أكثر على هالبرنامج بصرنا أنه نرحب بمعد البرنامج رامي بداوي وأيضا مقدمة ومذيعة البرنامج أريج فرزلي. صباح الخير ومبروك البرنامج الجديد. يسعد صباحكم ليا وسالي، ومبروك علينا كلنا. أكيد مبسوطة وقاعدة هني. إيه غير شكل وقت الواحد يكون ضيف هيك بيكون مرتاح باله مرتاح. رامي أول مرة بتطلع على ال هيك على الشاشة دائما وراء الكواليس، تحضيرات للبرنامج الصباحي وتحضيرات لبرنامج شارع الثقافة يمكن فترة حلوة عشناها سوا وفترة متعبة. رامي خلينا نحكي عن تحضيرات وعن انتقال برنامج سينما إلى شارع الثقافة ويمكن بشكل موسع أكثر. صار أول شيء صباح الخير ومبروك الانطلاقة الجديدة لكل وسائل الإعلام الوطني بشكل خاص لكادر وفريق الإخبارية السورية خلف الكواليس وأمام الكاميرات. مشكورة جهود الكل يلي كانت متواصلة دوما في عمل دؤوب لحتى نطلع بهالنتيجة هاي اللي إن شاء الله نكون قد مسؤولية أنه نستمر فيها. بالنسبة لبرنامج سينما بعد عدد كبير من الحلقات طرقنا فيه لشتى المواضيع بالسينما السورية والسينما العالمية، ارتقينا انه هذا البرنامج خليه هلا يتقاعد خلينا نقول، او انه مع انه مكانه بالقلب يكبر محفوظ يكبر او يكبر يتوسع ويتوسع. فهو شارع الثقافة هو فكرة موسعة عن سينما، يعني وسعنا المجالات والمواضيع، صرنا السينما والفن كل ما يعنى بالشأن الثقافي والأدبي. طبعا جهود حثيثة ومستمرة مثل كادر الإخبارية السورية، بتشكر كل كادر الإخبارية السورية بشكل خاص القسم الثقافي، أنتوا صبايا جهودكم مستمرة. صبايا وأنت وحيدنا رامي. صبايا وأخوات رجال يعني بأكد على هذا الشيء، لأن جهودكم على طول واضحة بكل مناسبة بكل مرق علينا كتير ظروف. نحنا كنا عم نصور خارجي، أنا مبسوط بعودتنا لبيتنا بالديكور والحلة الجديدة والسمكات شفتون تماماً حلوين السمكات وراكم. يعني يا رامي أكيد الجهود هي متكاملة، لا جهدي ولا جهد أي حدا، هو جهودنا كلنا. العمل الإعلامي هو عمل جماعي، العمل الجماعي اللي هو ساهم بإنجاح أي شيء. سينما أريج كان البداية وكان جميل جدا، بعدين شارع الثقافة، في نقاط معينة أريج مثلا أنت حبيتي تضيفيها على شارع الثقافة، يمكن شيء متكامل تكمليها من سينما لشارع الثقافة، إضافات جديدة، في شغلات تلافيتيها دائما الإنسان بأي برنامج جديد بتلافى شغلات ما كانت عاجبته وهو ما أنه مقتنع فيها مثلا، أو ممكن يضيف شغلات جديدة. للأسف سالي يعني نحن ما كان في شيء كنا مو حابينه يمكن ببرنامج سينما، نحن زعلنا على أنا ورامي أنه هالبرنامج تقاعد مثل ما قال رامي، لكن في شيء جديد ودائما الواحد بتطور مستمر، حاولنا نطور هذا البرنامج، خلينا يشمل السينما والدراما والأدب والمسرح والموسيقى وجميع الفنون. لهيك نحن اخترنا شارع الثقافة. كتير عالم بيسألونا أنه ليش شارع الثقافة؟ اليوم نحن اخترنا هالاسم لحتى نعبر عن سوري، كل سوري اللي بيمرق بالشوارع السورية بيمر بمحطات ثقافية، بيمر قدام المسرح، قدام السينما، قدام يمكن بسطة كتب، بيلتقي بمجموعة من الشباب عم يعزفوا، ويمكن هذا الشيء لاحظناه بالشام القديمة. لهيك اخترنا اسم شارع الثقافة. نحن نتمنى أنه نكون قد المسؤولية أنا ورامي، ودايما ثقافتنا وتسليط الضوء على النشاطات الثقافية تكون باستمرار، ونحن نتمنى يمكن دايما نقول صالات العرض السينمائية تكون بازدياد، والحركة الثقافية المسرحية تكون أيضا بازدياد، ويكون في دايما برامج ثقافية تعبر عن تاريخنا وثقافتنا. نعم أريج، يعني أنا ما بدي أحرق البرنامج، يعني اليوم ما حدا قالنا شيء هيك سكوب على صباحنا، غير في شيء مميز رح يكون بشارع الثقافة وهذا السر قبل ما يطلع، خلينا نفضحه قدام المشاهدين. مين رح يكون في ضيوف هيك ضيف مميز أو قصة مميزة ملفتة للنظر؟
الضيوف شارع الثقافة، نحن مثل ما عطول نسعى بكل برامج الإخبارية السورية نسعى نحو التميز. شارع الثقافة بشكل خاص عم نسعى لأنه يكونوا ضيوف يعني في حالة انتقاء للضيف بشكل حالة استثنائية يعني. ابتداء من عملية اختيار الضيف لعملية التصوير مع الضيف يلي هو بيختار كمان شخص يعطي شهادة حياة فيه. نعم، يعني يا رامي بدنا نروح أيضا معك مع أريج لنتابع برومو شارع الثقافة. يعني دائما الإخبارية السورية تحت هذا العنوان دائما يمكن الطابع السياسي بيكون هو موجود أكثر من الطابع الفني. كيف رح يكون شارع الثقافة ريج أو رامي؟ هو مواكب أو نفس الستايل أو بيليق بقناة سياسية؟ ليا بالفعل وقت كنا انا ورامي ببرنامج سينما وعم نحكي مع الضيوف نتواصل معهم كانوا عم يستغربوا مو هيك رامي انه برنامج سينما على قناه اخباريه، فهذا الشيء كان كثير مفرح بالنسبه لهم خاصه العاملين بالشان السينمائي والمختصين بالسينما. اليوم كمان نحن ماشيين على هذا المشوار على هذا المنحه بشارع الثقافه، حلو انه اليوم عبر شاشه اخباريه يكون في منحه ثقافي ويكون تسليط الضوء على اهم الشخصيات الثقافيه اللي اثرت بمجتمعنا السوري، مو بس بمجتمعنا السوري يمكن بالمجتمعات العربية، ونسعى دائما كمان انه يكون في عندنا استضافات عالمية. يمكن هاي الاستضافات هي تكريم للفنان رامي، يمكن نحن بنشوف في كثير تكريمات من بعد وفاة الفنان، ولكن يمكن هلا من جديد صاير الفنان يكرم على ارض الحياة، ولكن من خلال برنامج قد مهم انه يتكرم قامة سورية يمكن ما كثير مسلط الضوء عليها. هلا اكيد البرنامج هو بحد ذاته وتستضيف في انتقامة، انت ما فيك تختصري تاريخها وانجازاتها وعطاءاتها بدقائق انت، او حتى ما فينا نسميها حاله تكريم، بالعكس يمكن نحن برنامجنا بيتكرم بوجود بعض القامات طبعا. معنا طبعا كل الشكر للناس اللي سجلنا لهلا معهم. نحن بنتمنى ان تكون حلقات مميزه عم تشكل حاله استثنائيه وحاله من التحدي عبر هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الشأن الثقافي بشكل بسيط بشكل فيه تاتش إنساني. نحن عم يكون في حالة إنسانية مع الضيف، عم ندخل بعوالم الضيف الإنسانية، عم نروح نحو مثلا وجود شهادة حياة للضيف من شخص مقرب، عم نتغلغل بعوالم هذا الضيف شو اشتغل. يعني في تعب على الإعداد، فعلا في تعب على الإعداد على التصوير على كل مراحل إنجاز البرنامج عم يتم إنجازها بمحبة، وان شاء الله هي المحبه هي اللي توصل لقلوب العالم. ان شاء الله. يمكن تفضلي اريج. رامي كمان، رامي يمكن مو بس هو رئيس القسم الثقافي، هو عنده شغف كبير للثقافه وايضا يكون في اطلاع على كامل الشؤون الثقافيه، لهيك هو يمكن عنده متعه بهذا البرنامج مو رامي؟ طبعا اكيد لانه نحن كمان كسوريين نحن على طول بنردد انه نحن انشوده العباده الاوغاريتيه الابجديه الاولى، الملعب الاول، المدرسه الاولى، لكن نحن اليوم خلينا كسوريين نطرح السؤال حالنا، نحن شو مسؤولياتنا الاجتماعية تجاه هذا الحكي؟ شو مسؤولياتنا التاريخية؟ هل نحن نوعاها؟ هل نحن منعرف؟ يعني عندنا وعي بالحالة الثقافية، عندنا حالة الاستنهاض الثقافي والفكري والمعرفي لحتى نكون نحن على تواصل مع تاريخنا، على مصالحة مع حاضرنا، على استشراق مع مستقبلنا اللي هو إن شاء الله بيكون دائما ينبض بالحياة. إن شاء الله يا رب. رامي يعني قديش حلو إنكم تشتغلوا كتيم واحد بشيء أنتم بتحبوه، تعطوه من نفسكم وتعطوه من روحكم لينجح ولا يكبر ويصير اسمه يعني لامع أيضا.
أريج، ممكن تحكي لنا عن ظروف العمل؟ كيف كنتوا تشتغلوا أنت ورامي؟ أحياناً بالشمس تطلعوا تصوروا، في تعب، في جهد، يمكن منشوف نحن أكثر شيء منشوفكم يمكن ضلوا لليل، يعني الدوام مضاعف لتخلصي مثلاً الصباحي وتروحي تصوري شارع الثقافة. حكينا عن هاي القصص. يعني سالي، يمكن أنا ورامي بما أنه حاطين هالمشروع هدف لأن وانطلاقة هيك برنامج مسؤولية علينا ضمن شاشة إخبارية، عم نحاول نختار وننتقي الضيوف بالفعل يلي كان لها أثر كبير بالمجتمع السوري ثقافيا. اليوم عم نحاول نتواصل مع ضيوف كمان أيضا من خارج سوريا. يمكن هالمهمة هي أصعب شيء بالنسبة لنا، ما هيك رامي؟ هو انتقاء الضيوف مثلا بيكونوا جايين يوم واحد على سوريا، ضيوف من العالم العربي أو حتى من العالم، فنحن بدنا نولف وقت التصوير على وقت الضيف. فعلا هون كوادر العمل كلها مشكورة، التصوير، الإضاءة، الإنتاج، حتى السائقين بالإخبارية السورية عم بيوفروا لنا ظروف العمل وعم بيكون في حالة من التجاوب رغم الصعوبات، لكن في حالة من التجاوب. أكيد. ووقت نلاقي النتيجة هي اللي بتنسينا الصعاب، شيء ما بنتعب فيه ما رح يأثر فينا. فان شاء الله يوصل هالتاتش الإنساني هذا، ان شاء الله هالبرنامج يقدر يحقق التأثير المناسب والأثر بقلوب المشاهدين. رامي، بختام حديثنا هيك خلينا نحكي شوي كواليس تحضيرات البرنامج الصباحي وبرنامج شارع الثقافي، بما انه حضرتك رئيس القسم الثقافي ويمكن الزملاء كلهم صبايا، نحن كلنا صبايا حواليك، خلينا نحكي كيف بتم مناقشة الأفكار وكيف بتم طرحها بشكل موجز للصباح. تماما. هلا نحن كلنا بنشتغل ككادر واحد، يعني حتى انتم بالتقديم، انتم بعد الهواء كمان بترجعوا للاعداد، انتم ضمن فريق الاعداد كمذيعات يعني. وبشكر كمان كادر التحرير كل الصبايا، معدي البرنامج اللي هن زملاء معنا، ماتيلدا، سلمى، هزار، اللي هن كمان عندهم برامجهم الخاصه اللي رح نشوفها عبر شاشه الاخباريه السوريه. بيتم مناقشة الأفكار، نحن منواكب، منكون على تماس مع نبض الشارع السوري لنشوف شو أهم خلينا نقول الحالات الفنية الثقافية، المواضيع والفعاليات الطبية والاجتماعية والفعاليات اللي ما نضبت بسوريا على طول، هي عجلة حياة مستمرة، المسرح، الأوبرا، حتى السينما رغم وجودها المتواضع خلينا نقول تاريخا مقارنة بإثر التاريخي بسوريا. بيتم مواكبة الفعاليات، كان عندنا استحقاق معرض الكتاب اللي نحن حاولنا أن نغطيه عبر حملة إعلامية، وإن شاء الله هلأ عندنا استحقاق معرض دمشق الدولي ب6/9 اللي متأمل أنه يكون بدورته 60، هو الحدث الاقتصادي والثقافي والفني الأهم يعني اللي كلنا عم نترقب له. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، كل النجاح ببرنامجك أريج، ناطرينه كلنا. نحن أكيد بدنا نتشكر مخرج البرنامج عزيز كلارجي وأيضا مونتير سامي راي، وجل تحية كبيرة. وبدي أشكر كل الأشخاص اللي دايما بيوقفوا معنا وبيساعدونا، وشكر كتير كبير للي دايما بيقدم لي الدعم، هو بابا أكيد. ونحن بدنا نشكره وبدنا نوجه له تحية كتير كبيرة لعمو أبو أريج، بدنا نقول له صباح الخير، موفقين بشارع الثقافة، وأكيد أنتم قد وقدود وناطرين حلقاتكم الحلوة. شكرا لكم بالإطلالة الجديدة، كل الكادر القسم الثقافي، شكرا سالي، شكرا ليا على الإطلالة الحلوة والمتميزة. صباحنا غير كان منذ البداية، فإن شاء الله يستمر. نورتوا صباحنا أكيد، نشوفكم بعد الحلقة. يلا جهزوا لنا القهوة جايين.